مدن شمال بابل جميعا يتطلب أمرين. أولا يتطلب تنسيق بالملف الأمني، نبتدأ بتشكيل لجان حقيقية تبحث، ولجان فاعلة تبحث في أولويات عودة النازحين، ولنبتدأ من النازحين اللي موجودين داخل محافظة بابل اللي هم مدققين أمنيا وهم ما بين إخوانهم وما بين عشائرهم الكريمة اللي موجودة في المحافظة، ولازم يتزامن مع توفير الخدمات لهذه المدن. أنت كيف ممكن ترجع نازحين إلى مدن تفتقر إلى أبسط الخدمات، تفتقر إلى القطاع الصحي، تفتقر إلى القطاع التربوي، تفتقر إلى قطاع الخدمات؟ يجب أن يكون هنالك توازي بالعمل ما بين الحكومة المحلية والحكومة المركزية وما بين الجانب الأمني والجانب الخدمي. لن يبقى نازح خارج دياره، سيعود النازحين جميعا معززين مكرمين إلى ديارهم.